أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالق عالمي دو قرآن بيروز سورة الفرقان آيات شلون هذا وها فرماندك لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ملي يعني رب العالمين بلي درباسكر جو أم باي شباب بری کرمانجی مدگو شان مرنه تانه شان بارانه جیبانه بای بری بارانه دشینه ایجا بارانه که رحمت خوده دشینه جبوی چی جی؟ لینوحیه بیهی بلدتن میتن جبوی که صاحبه که هنکی وارو و جیه که مرینه یعنی چوا مرینه؟ یعنی جبه آویه گلوگیاکی تشکی هشیمونه کی شلبونه کی نرمایی کی تشکی نوانده تنه بونه وکا مری شوا مری وسا بیره تشتک حرکت کی تشکی او کی جانلخ کی تشکی ده تنه اوان عرداشی وسانم ایجا بلدتن گوتی تابی بلدتن میتن یعنی نهر جی او جیه که محتاجه به بال آوه وانه مثلا هلک جی لدوه آوانه لدوه چمانه لنوالانه شو آبی وان یه ترین جهانه ایجاد بردا ایشارت یه بار هنگ جیابا تامی هنگ جیابا که احتیاجی وان بارانی هیا و باران صاحب بن رب عالمی جبونه وی باران چینه و نسقیه او و خدا به ام وان دادن آب دانی اصلا و نسقیه ها گرباتا و نسقیه او گوتیه اوی آن دبردا ویجی بده ایفاده کردن یعنی که مقصود جه بلدته او بیجه چیه؟ او بیجه اولا او شکل بیجه که بیش دا لبی؟ سرابته؟ اولا سرام منینه دیه چما؟ جمرا مساج آبیت یه مالی وی نخوشن لخسته نه؟ گو بلکی از نگیجمه که از بیجم ایجاد تو سربستی از غلاما نه فکر تو نه هم جو تو نه تمام لنحیه بیه بلدتا میتا و نسقیه و ایبدا آفدانی هوی بلدتی اوی بیشه بلدت بچه حسابی و نسقیه و نسقی بیه و نسقیه امدتن آفدانی و نسقیه هو او دمیل هوی راجع باید بلدتی بایه اموی باجاری دن آفدانیم و نسقی بی مما خلقنا انعاما ها و نسقی راسته و نسقیه هو و نسقیه هو یعنی او بیل سر هایی چی عزی نفسه ام دن آفدانی دوی مائه مما خلقنا جتشتیک ما خلق کریه انعاما حیوانا دبو او چیلکو و سایدن پزا و اناسیه و انسانا گلک انسانا جی کثیرن پرجوان امواندتن آبدانی به بارانی بله و اینما قال میتن شما مثلا گوتا بلدتن میتتن بلدتن میتتن گره گوتا شما گوتیه میتن فی معنی بلدی بلدت در معنی بلدی داره و بلد مذکره نو ما میتن جی مذکرانیه بله یعنی بدتن میتن کلی صفت بدته مدت با نسل بوده سنی داوی تیاوی اکی باب بوتنی سینی یعنی یقصا گره میتتن بگوتا او تیا بلحد نارف بلحد ما نسل فی قوله فسقناه الى بلد میت آمنی؟ اوه چهو بلد بلد میت بپیراته ایجا بلدت چی دبر داده به معنی بلده یعنی مذکره ها معنی بلدت مذکره او تاوی نتا تانیسه و انه خیر جارین علی الفعلی و او بلدت میت پارو میت نجاری لسر فعلیه یعنی او اکو نجاری لسر فعلینه یعنی دواندا مذکر و مأنس مسیوانه او اکو نجاری لسر فعلینه اما او اکو جاری لسر فعلین من مثلا طالبه
من تكون مانس يا وشيل بقى ما دبر ده يا وصانينا كفعولين ومفعالين ومفعلين جاري بسر فعلي او انا صفات توسق اذا ابكي او اوجه هل وصلنا او وصل كنت لا بتكبر ما نمسي وانا اوجه انا اما بدا اسمي جامد يا اسمي جامد مثلا مذكرتي او لازم مذكري او دي مانسي او ايدي وقع ازولان يعني أبي كل فعلي يعني مشتقش فعلي بان مشتقش فعلي بان مذكر ومؤنث ثلاث شيء بان وقع طالب طالبة أما مصدر كويس ما ما أن وقع مصدر أبانا مذكر ومؤنث وانا مسيوان هذا برد أجي ميت وفعول ومفعال ومفعيل أبانا نمشتقن جفعلي كل تمش نبونا جاري يصير فعلي نين دوان دا مذكر ومؤنث مسيوان ميت شو صيام يعني مسألة بين رجل ميت وامرأة ميت هر دشتك بطنا وقرئ نسقيه جاتي بطنا نسقيه بالفتح وسقى وأسقى سقى يسقي سقى يسقي نسقي إجا أسقى يسقي أسقى يسقي نسقي تي أبهر دجون لغتاني أبانا دو لغتا مالي وقيل أسقاه يعني جعله سقيا على وأفعلها دو بمعنى كثير مالي مالي يعني أبانا دو لغتي عربانا وقيل أسقاه يعني جعل له سقيا يعني أسقى يعني أو همزوي جبابي جع يعني وي جراندي يعني أسقاه يعني وي يعني أسقى الماء يعني شو جعله سقيا جراندي آخر يعني مثلا أما قلت شو ونسقيه يعني نجعله سقيا ها ما هو جراندي آخر يعني مالي الأناسي أناسي شو جمع إنسيين قبيلة أصبح رجلية مالي يا فلات الصباحي أو أسفاقه يعني معناه نفو الداء فداني ويقران أف إجا مالي عنو صح الأناسي جمع إنسيين أو إنساني يا جمع إنسية يا جمع إنساني يعني إنسان جنة إنسية ياجي إنسانا ونحو بنزل بيا زرابيون شواء إنسيون تيغوتن زرابيون تيغوتن في زربانين في زرباني دا شواء زربان زربان نونا يعني أو أويب ألفاوي تيقل بكرم بيه ونونا ويتشعس فيه دار شيدا نونا باردو على قلب النوني يا ألو بلي بلي او قلب نونوي دربيه ايكو قلب او اوي الفوي دربيه يك يكره لهم دبا ها انا كويس انا سيه اصلي انسانن تمام انسانن ازولم من قلب نونوي دربيه او قلب الف يجي دربيه يدي لهم دبا قلب على قلب النون يا ان والاصل انا سي أنا سي سينن أنا سينو أنا سينو وزرا بي نو أنا سي أثوي أنا سينوية ألي وزرا بي نو ألي طبعا بعد بجنشون عندي رابونة بني أزولا رابونة قلبة نونة وجهك النبي دح بيها هاتنا بها يكيد يكيد دغم بيها أوس مالي وقرئ بالتخفيف إن كاجي بالتخفيف يقول نبي حسب ياي أفاعيلة شو باب أفاعيلة أناسية يوي حسب كنا قلتنا شيء أناسية أناسية لا قلتنا أناسية 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 يعني يعني يك حسب كنا كأنا قاتشي آية 49 أنا عيمون في أنا عيمان دقيقي عفوا قال لي يا مالا أزدوام بكم
كقولك أناعم في أناعيم شوية وش عسفة أفاعلة بالبرداجي أناسية بأناسية هي كون منا فإن قلت أغبت بجي إنزال الماء موصوفا بالطهارة نازل بنا آبي أو آبك طاهرة ما هي وصف كلمة طهورة ماء طهورا ما قولها طهورة وتعليله بالإحياء وأمد بينك شما جي لنحي به والسقي وجبنا آفداني أبي يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك يعني آفخورا شرط الطهر به وإحياجي شرطك طهارة جرها به وطهارة نبا إحياء جنابا وطهارة نبا سقي جنابا كما تقولوا يعني قي أبيات دبوصة يعني بنزل بيا بكلام عربة لطين دبالي وقال شيء حملني الأمير أمير على فرس جواد لأصيد عليه الوحش دبي أمير من حسبك وصى سوار كي جبويك أز نيتشيرا حيوان كوبي بكم جواد بزا ها بزا ها يعني الروان ام بيج الروان بيج باشتر نابه روان 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 سامي يعني يعني ام بيج حسبك جواده الظلام يعني برناشة متى تضيع جانا ما تقول رب جواد يعصره جارنا هندك جارا حسب روان جي جارنا دلقته إيجا أم دبر دا بيجن يعني من أم بيجن سوار كريا أمير لحسب كي روان جبويكو أنيجي حيواني كوبي بك إيه دبر دا تشي تفعمي يعني شرط نیچیرا حیوان کووی گره هست فکی روان به که هست فکی بخورانه دیتی به نکار نیچیری بکه ایدیمه که جبه آوه چه تفهمه او آوه که وره خورن آوه که پی طهارت چه ببه پی احیا چه ببه گره طهار به قلتو از بجم لما کان سقی الاناسیه من جملة ما أنزل له الماء زمانه كو آخورنا إنسانا جي جوي قسمه كو ما أنزل له الماء يعني مثلا إلا آوا كو إنسان بخون گرش آزمان دا نازل به يعني آوا چما آوا بحرا آوا كانيا آوا بيرا قينابا بخون اما اوشيش آزمان دا نازل بيه يعني سونشتا او ج آسمان دا نازل بيه كتيا بده ها لما كان سقي الماء سقي الاناسيه افخورنا انسانا جي من جملة ما ج ج يعني ج تبي وان اويكو انزل له الماء انزل له من جملة ما انزل له الماء يعني لبي سقي الاناسي تمام لما كان سقي الاناسي يعني أفخورنا إنسانا جي من جملة ما أنزل له الماء تلاوات بيجن دبيكي يعني سبب تشتيكو أف جيرا نازل بيه جبو خاطريوي يكشوان أف داينا إنسانا إيه يعني سبب خد باران باران ديه يكشوان سببا شيء أف داينا إنسان إيه ووصفه بالطهوري وآفجي قلت أفا طاهر شما لما كان من أجل ما أنزل ووصفه بالطهور إكراما له إكراما جي إنسان أرى چونكي غاية عابد إنسان أو عابد جي طاهر بأ طاهرية عابد دماء خده خنجيب إنسان أدكا بنز أبا فاخج دماء أبا نمش دادنا وتدميما للمنة عليهم نعمت خل شروان تمام دكا تمام أزويدا هي نجمع أزويدا نجمع نجمع أزبني أزولم يعني أذبني من جملة ما أنزل له الماء وتشكي فرق لي تدفجي دوه دا فجي يعني زماني كو آفدانا إنسانا جي جوي قسمي كو خدا نازل دك آوه
عندي رابو شواكر خدا قو قو طهوران وصفه باران اكر و اما خدا نازل تكه قو طهوران شماليا اكراما لهم جبونا تعظيما يعني جبونا قدر قدردانا انسانا قو يعني قو اما قو انسان دخن گره طاهر با اویا يعني جبو شرف انسانا يا وتتميما للمنة عليهم وجب خدات على منة قرص المطاوم ك وبيانا أن من حقهم حين أراد الله لهم الطهارة وجه حق وانا يعني حقك جوا رأيك وقت خدا دخوزة وان طاهر بك وأرادهم عليها أن يؤثروها في بواطنهم ثم في ظواهرهم من حقهم حين أراد الله لهم الطهارة وقت يقول ش حقي وانا وقت خدا دخوزه طهارة جوان را وأرادهم عليها وخدا يتعالى شو وأرادهم عليها تمام بس وأرادهم عليها يعني خدا يتعالى حمل وانجي كريا لسلوي آبي أن يؤثروها في بواطنهم كو اف ابا هاني تاثير بك اولي دهم دري وندا سمه في ظواهرهم ده بيد الظاهرون يعني او ابا طاهر اولي اوي هندري وان طاهر بك او ويد بيد ظاهر وان طاهر ايجا تشكيل بيج كريم كريم يزرو تبيك لما كان سقي الاناس من جمله ما انزل له الماء او تشتی کو آب جرا نازل دی به یک جی سقیا ارضی آبا حیوانا یک جی سقیا انسان فا اری جوانه او حین اراد الله لهم الطهارت ده و دی وقتا اراده که انسان را تمیزی پاخجی و اراده هم اراده انسان اکیلی علی اپو سه تمیزی یا شم ایش کن حیاتا و درباز کن او وقتا کو اوها بو اندی و اراده هم علی ان یسیروها انسان جي اختياريه طهارته بك في بواطن زكيه اولي تميز كن اندريه قلبه تميز بكن جبوك بكيف وبزقرا من طاعته خده بكن سمة في ظواهري اندريه تش كفريج فسقيج خرابيج معصيته تميز كن باشي ايجا ظاهري خو بطاعته وعبادة تميز لما كان جواب اوي تشي ازولان ها؟ لما كان جواب نظم عليه صبر نظم عليه سبيتش ها؟ سيدنا ملمسي أرادهم عليها برا دسات معنا بكت أزورام لما كان بس سيدنا ملمسي لما كان جوابه ويتشيه تبديو جوابه لما يتشيه سيدنا ملمسي بيتا خبش على بك ثم في وظواهرها وأن يربوا بأنفسهم عن مخالطة القادرات كلها كما رابعهم بهم ربهم جواب وصفه يا لما كان السقي الأناس من جملة ما أنزل له الماء وصفه بالطهور إكراما لهم لش ما تدد حيني دورو هو أرادهم عطفه بسلوه دربايا مني وأراده وجعله بسربه مني ووصفه بالطهور وأرادهم عليها وحمل واجي كل سري وأرادهم عليها أن يؤثروها في بواطنهم ثم في ظواهرهم أوصيا أو أرادهم عطب بسر وصفه به أبدا ظلام أبدا ظلام هو أراد بالتلفون فراد تلاقون جمرهات أرادهم تشوكر عن أرادهم عليها وحملهم يعني وحملهم خذيت على حملة وانكرية عليها لسلب طهارته وأن يؤثروها تمام وأن وأن يربؤوا بأنفسهم كل نفس غوصة تكسر مش بكن كل نفس غوصة بيزوان هرى عن مخالطة القاذوراتي جتشتي نجس جتشتي بيس يعني نفسه خو دور بكن يعني قارشتر مشي وجود اخو نفسه خو نكن
كلها تمام قازورتا كما يربا بهم ربهم شو ربي وان وانج ابيهم ربا كما ربا ابيهم بل شو كما ربا ابيهم ربهم شو ربي وان وانج دور كريه وانج بلين كريه وانج محافظه كريه جتشت بيس جنباشيه ا اوانا جي غير خوجي محافظه كريه يعني ربي عالمي بذي شاندنا باراني بذي شكلي جي آيلي درسة كي ده إنسانا كجبونا چوابكن هم ظاهري خو هم باطني خو جي بي سي تي جنباشي بذي محافظة فإن قلت آيات تودا تبدا آيات مساج كي ده مساج خداش مرا كمر ده حلال دائرة حلال ده حياته خود دوام بده كريني در بحرامه نچه خود تعالی جبیه و ایرادش مکریه اویه و ایج مرم خوشتیه همه به ظاهر مرج تمیز به همه باطنی مرد از اونم باطنی به موافقت شتی خدا به حلال و حرام پاقشی ها آوه گره تأثیره لدر و هندره مرد تر بکه آو سابو از سیدا پرخوش گودارید کم و قیمت جدیم گوتن سیدا جبوی وقت سیدا جی درسه بیشه ام جی ببیشن سیدا ما گوداری کم فإن قلت أردت بيجي لما خس الأنعام من بين ما خلق من الحيوان الشارب شما أنعام يعني باشقا حيوان دي شيء طير هنا ترود هنا تشو طبا هنا هما خداك و لنسخ به بل والأنعام بعس أنعامتك أنعام مثلا بيجن دلنا دوارن وبزن وانشتانه شما يعني تخصيص انعام كريه دنا بين هو حيوانك وابدخن ابدخن قلت ازي بيجن لان الطير والوحش تبعد في طلب الماء الطير وحيوان وعشي ابانا دورج ابينا فلا يعويزها الشراب يعني اب وان مجبور اب خورن وان بر مجبور ناك بر مجبور ابينين بخلاف الانعام اما وان حيوان دني او بر محتاج جوابينه ولانها اذا تبعدوا شواته معنا كيف تبعدوا في طلب الماء يعني تين دور كرن تبعدوا ابعد يبعدوا والوحش تبعدوا في طلب الماء تقول سيدا كرك كرك يقول تتبع وتتبع شما الله بيعبد اللي بيتعبد نه نه کنون بینه تو من گذاریت کی آنها از اولان ام دبین فرق آنها بین انعاما و طیر و وحشای طیر و وحش وحش تبدی دکتی طلب الماء طلب آبیده شد یه دوش بکنه اولا مشکرنی تبعیدو فی طلب الماء طلب آبیده شد یه دوش فلا اولا مشکرنی ده طلب آبیده دورن دور ده طلب کردن آبیدا جوانا دورترن یعنی اوانا ده طلب آبیدا جوان نیسترن نه 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 به معنا یعنی ده چن جیه دورا نه به معنی یعنی از... ویکا که بیشه احتیاجی وانقان ده انعام با آبید چه بینی شو بینی بینی او فا 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 تفصیلیه تفصیل دکا فلا یعویزوها الشرابو یعنی وی مچ ودان سورة حيواني وحشي يعني جين جي أوكا بيتر آوه ودخون شمو قودة وان مزنة أو قودة مزن بي آبننة فقط شبوكو ني أولا مشكلني خدور دكا جيكو إنسان حيواني أكتر ياشميش خدوري ويدكا جيكو ني أولا مشكلني تمام أم باشي أم باشي لتبعيدو بنير أم أوه آبت أوه كا نقاكي شنكو قوشلارلا يابان حيوانلار سويو فازداء İstemez ve ehil hayvanların aksine su ihtiyaçları olmaz. Bu zaman ekliye yani ev yani hayvanı ehli hayvanı vahşi hayvanı ehli be, yani de ihtiyacı abeyle durdurun yani beşer per hayvanı ehli muhtacı abeyle يا حيواني وحشي او طير ترود معتاجة بينه كي جاج وان نيزي احتياجه حيواني اهلي نيزه وان طير ترودا
وفان حيوان وحشي ده احتياج ده دور نكو ده چن جيه دور آوه دخون يعني جيه دور و جيه نيسكو آوه خورن فرقتنه دي او چخي او جواب ما نت جيه خدا چهد بس ايده ملو ايسي لا دوم كه ولأن قنية الأناسية قنية الأناسية قنية لأن الطير والبعشة تبلغ في طلب الماء فلا يعودها الشرب تمام بس ولأن قنية الأناسية قنية ولا ما قازنش معنى كريا يعني ولأن قنية الأناسية يعني اف حيوان اهلي اوانا قازانجو جلرو اوكا انسانانا وعامة منافعهم يعني جنل من شعر اقول دي قنيات يعني تشتيه كوبية اشا مشت بالانسان بوانا اشا مشت بحياة تغبنا دربس بحصا انعامتك بحصا حيوان اهلي قنيات سيدا مال لغة المذاكر مال وانا اشتاد اري مال قازانجا شخو مشو صابو بله تمام وعامة منافعهم او يعني جنل مال وان شو ابان حيواننا منافعهم وعامة منافعهم متعلقة بها قريداي ابان حيوانا بانه فكان الانعام عليهم بسقي انعامهم نعمت كرنا خدا بافضان حيوان وان كل إنعامي بسقيهم عيني وكا أفضلنا إنسانة عيني وكا يعني قنشي كرنا بإنسانة يا يعني شكي يعني كفان حيوانا يوخ ببن إنسان جوا يوخ ببن أجبروي أفضلنا فان حيوانا وكي أفضلنا إنسانة يا فإن قلت أعجبت بجي فما معنى تنكير الإنعام والأناسي فما معنى تنكير الإنعام والأناسي شما نكيراني شكي آيات دا وهابو مدقوتش بله ومما خلقنا انعاما واناسيه هر دو جينا كيرنا ها ووصفيه اجا بالكسره هم نكيره هاتنا هم جي وكثيرا وصف جمراتيه قلت اذا بيج معنى ذلك ان عليه الناس ان عليه الناس وجلهم منيخون بالقرب من الاوديه والانهار ومنابع الماء ها يعني اشراف انسان عالي انسان او جليون يعني مربيشه مثلا يعني شغلقلا انسان مثلا منيخونه كلينه كلينه كتبنين ها يعني امبيش مثلا اشراف انسان ها امانه وجليهم وجليون منيخونه بالقرب من الاوديه والانهار يعني ددن مولا كرن ددن اسكان كرن مال خداتينن نيزي نوالا نيزي آوا شكي آب آوائيه جبرد ونيا جيكو آب لي هبه آوائيه چربه ومناب علماي قايناخ آوه جيل ادن وان در آواتي لبه سيدا وجل لهم منيخون بالقرب من الأودين نهاري مناب الماي يعني براني وان انسانا و نزيكي أبي دالو يدري مولا دادن دبي نزيكي أبي. أني ما مش قصابو، ما قصابو أصلاً. أنت نادن بكي. بني مقو مولا دن أو مقو مالي خداتين كناقلان مشت بن أب أوايا لو يدري. تمام. أوكشك ملي. ومنابع الماء قاينا في أبي، ففيهم غنية عن سقي الماء. جوان را يعني وصا احتياج نزيكي شربة جأفدنا أبي. آجبروی انسانا تمامی نداره برخور گوتیه هنگ جی انسانا یوبسا و گوتا چه تمامی انسانا گوتیه اناسیه گوتشه گو مثلا انعاما و اناسی هنگ حیوان تدی حیوان اهلی و هنگ انسان نبار انسان کل دور آوانه ها او خارج مثلا طبیع وأعمل عن سقي الماء غنية عن سقي الماء وأعقابهم إجا أبي حيوان عن سقي السماء ها عن سقي السماء بل إجا أفضل باراني راسه وأعقابهم وهم كثير منها
إجا مثلا يعني أبي البيوان زاريوان راب من زاريوان فران أو جي كوبرن لا لبي هذا خاب بنياو يعني أو أنا أو فلان بيوانن أبدا فشدا جا أعقاب تكون مثلا قوشبان بشبان أو أنا رب أعقاب بمعنى قوشبانه بيوان دي اليو جلاء دشندا اي تمام تمام اجا غير وان عليا او اوكا بلي وهم كثير منه او برجوان اجا وانا تيمكو هنك لا ما يكون كثير منهم يا لا يعيشهم امانه يا شميشم الا ما ينزل الله الا ويجيك خدا نازل لك جد لي من رحمتي جباراني والسقيا سمائه او باران عاصمه لوان جيا او يا شميشتبن يعني مثلا لوان ركونه قداتين لوان حيوانه قد شيرين وسائر وسائر وكذلك عين وها قوله قوتنا خدا تعالى لنحيي به بلدة ميتا جبيكو ان بدن صاخ كرن ببي باراني بلدة ميتا باجارك كمرية يريد بعد بلاد هؤلاء هنك جباجاري واني المبتعدين عن مزان المياه وان باجار وان کسی که دور جوان وان مکان آوینه جی که آوینه دور جوانن ای خدای تعالی چواد که باجار وان مملکت وان ببی بارانا هانه ساخت که بله فین قلت اکتبه جلیم قدیم احیاء الارضی و سقی الانعامی على سقی الاناسیه آفدان ارده آفدان حیوانه خدای تعالی پیشیا آفدان انسان آنیه حکمتی وی چیه؟ اگر که تو پرسی قلتو از بیجم لأن حیات بله لأن حیات بله الاناسیه حیات انسان بی حیات ارضهم و حیات انعامهم یعنی وقتی که ارض گلوگیالی هبه آب هبه وقتی که حیوان وان آوی بخو هی انسان دکار لپیا بمینه جیانا انسانا بجیانا عرض و حیوان وانه ای فقدیم ما هو سبب حیاتهم و تعیشهم الى سقیهم اندی رابو تقدیم کرد او سبب حیات وان و سبب معیشت وان یعنی وار وان و حیوان وان یعنی جیانا وار و حیوان وان که سبب جیانا وانه دا پیشیا جیانا وان سبب جیانا وان دا پیشیا جیانا وان بله ولی انهم ایزا زفیرو بما یکون سقیه اردهم وقتی وانا یعنی مزفر ببن به قدیم و سر و حیاتی متعیشیم سبب حیات و تعیش وان قدیم على سقیهم لسر آفدانو اره تمام بله ولی انهم إذا ظفروا بما يكون سقيا أرضهم ومواشيهم وقت فانا مظفر ببن بأفضان أرض حيوان إخو لم يعدموا سقياهم أفضان كسين أفضان أخو جدس نادن يعني أفضان وان اندي تكفي دستي وانا وقت إخو حيوان وان وأرض وان وراء أفضان كسين لك لأفضان وان قرانتي ليشو اندي بل نبا سالبرا گریه بالا بسه بسه هایت